ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في برنامجكم هو المجتمع. غبنا عنكم شوية والحمد لله رجعنا لكم في يوم حلو جدا ومعايا ضيوف ممتازين جدا وحاجات إيجابية جديدة في هو المجتمع. إحنا من يومين كان في يوم المرأة العالمي. يوم المرأة ده ظهر لنا حاجتين فيهم. أول صورة ظهرت في يوم المرأة السيدة الفاضلة اللي اكتشفت المتحرش على السلم بالطفلة. السيدة دي كلها احنا بنقدم لها التحية على الهوى، ان هي فعلا تستاهل الاحتفال بيها في يوم المرأة العالمي. والنهاردة كمان انا معايا ثلاث سيدات اسكندرانيين جدعان جدا، حبيت ان انا اقدمهم بمناسبة يوم المرأة العالمي. احنا مين مننا في بيتنا ما عندوش حاجة مش عاجباه، ما عندوش حاجة ادمت ونفسه يغيرها. كلنا كل حاجة في حياتنا محتاجة اعادة تدوير عشان نتبسط بيها ونبص نلاقي الدنيا حلوة. واحنا النهارده معانا ستات عرفوا يخلوا دنيتنا حلوه، عرفوا يخلوا بيتنا حلو وجميل. والنهارده ان شاء الله عايزين نعرف ازاي نغير عفش بيتنا، ازاي اغير حياتي. لو انا ما عنديش اي امكانيات ماديه انا ممكن اعملها بامكانيات بسيطه جدا، مش هرمي العفش ده، انا حابه البيت وحابه العفش بتاعي، حابه بيتي، بس انا ما عنديش امكانيات، يبقى انا اعمل ايه؟ احنا هنعرف الحل النهارده من استاذه سحر كامل اللي منوراني، وهنعرف كمان نرحب بالضيوف الاعزاء اللي موجودين معانا، استاذه منى راشد واستاذه ميرفت راشد. أهلاً الاختين طبعا. نورنا. شكرا. احنا هنبدا كلامنا النهارده مع استاذه ميرفت. استاذه ميرفت، من قبل ما اعرف اي حاجه، انا اول ما شفت حضرتك عرفت ان انت صاحبه الفكره وصاحبه المشروع اللي انا عجبني انا شخصيا وعجب كل ستات اسكندريه واتنقل لكل ستات مصر. انا برحب بحضرتك. اهلا بيك. اهلا بيك. انا عايزاكي تشرحي لنا الاول، انتوا بداتوا فكره الجروب بتاعتكم او فكره شغلكم ومشروعكم ازاي؟ هقول لك بقى من البدايه خالص. اتفضل. انا طول عمري من حتى وانا صغيره كنت بحب اعمل اي حاجه عايزه تدورها، يعني حتى لو عندي حته قصقصه صغيره كنت ممكن اعملها توكه. ما شاء الله. الاول ابتديت عملت بساكت سبح، اشتغلت في الحاجات التدريب. حضرتك درستي اي حاجه ليها علاقه بالحاجات الفنيه دي؟ لا، بس انا عندي، بصي انا عندي موهبه ان انا بحب ارسم جدا، ولو حد شرح لي حاجه من غير ما اشوفها ممكن اعملها. جميل. يعني دي موهبتي ما شاء الله. والاول واللي شجعتنا كده امي الله يرحمها، ان هي كانت تحب برده تشتغل يعني بالاشغال اليدويه. جميل. فالمهم يعني احنا ابتديت الاول، ابتديت اعمل اشغال خرز، بساكت للعرايس. كنت بتعمليهم لنفسك ولا كمشروع تكسبي منه؟ لا، كمشروع اكسب منه. عملتي مشروع ده للربح طبعا. تمام. مين ساعدك فيه؟ كنت انا لوحدي الاول. كنت يعني انت بداتي امتى ولوحدك؟ انا بدات بالظبط من 18 سنه. ما شاء الله بجد. ايوه، دي بقى معلومة أول مرة أعرفها. الجروب لسه جديد اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة بتاع أجدع ستات في اسكندرية بصراحة. الأختين الحلوين اللي منوريني والمفاجأة الجميلة اللي أنا شفتها كمان معايا أستاذة سحر، هعرفكم كل ده النهاردة في الحلقة. طب أنا عايز أسأل أستاذة منى، أهلا بيك. أهلا بيك يا حبيبتي، منورانا، ربنا يخليك. إمتى عملتوا الشغل ده مع بعض؟ إمتى قلتوا احنا أختين هنتحد وهنقدم حاجة تفيدنا ونكسب منها؟ هي ميرفة بدأت الأول، فبعد كده أنا دخلت معاها بقى. بقت هي بقى جبنا مكان وبقت تعمل بقى شغل بقى إيه، طبعا عرايس يعني، تجيب نعمل ستائر وهي تقصلي وأنا خيط. ما شاء الله. بدأنا بقى إيه كلنا يعني الحمد لله. كنتوا بتبيعوا للمعارف ولا كنتوا بتعملوا إيه؟ إيه الأول تعلمنا في نفسنا. جربتوا في نفسكم. عشان لو بوظنا حاجة إحنا بنبوظ حاجتنا. أيوه، تبقى حاجتنا. اول ما حسينا ان احنا بقينا شاطرين وبنعرف نعمل حاجه حلوه بدانا بقى ان احنا نطلع بقى للعملاء بقى، والحمد لله. والله لا، بس صاحبه الفضل في الفكره دي سحر. ايوه بقى، احنا جايين بقى نجحنا. احنا جايين دلوقتي الاستاذه سحر كان علينا بيها، علينا بيها فعلا والله، وبعدين شهاده قدام الناس كلها والله العظيم. اذا كان احنا في اي مرتبه من النجاح يبقى بسبب، هي كان السبب صراحه يعني. يبقى بسبب. طيب احنا بقى نتجه ناحيه الشمال هنا. استاذه سحر، هي صراحه انت منورانا والله، وانا مبسوطه جدا. هي اللي كلمتني وقالت لي انا عايزه اطلع، والمفاجاه الشديده بقى اللي فاجئتني وانا اتبسطت بيها ان الاستاذه منى دي حماه استاذه. حلو قوي ان يحصل اتحاد ما بين الحما ومرات ابنها،
دي جميله، انا شايفاها ميزه وحاجه حلوه في مجتمعنا. وانا مش بصلها ان هي عمرها ما كانت حماتي اصلا يعني، لا خالص والله حرام، مفيش زيها اصلا ما شاء الله. بس هي الفكره قالت عنك كلام حلو جدا جدا، ربنا يخليكي. هما الاثنين كانوا مع بعض وكانوا شغالين في الستاير وكده زي ما قلت حضرتك. ايوه كان معلاء اللي هي ميرفت عندها باف، فجربته عجبني قوي، كان في شويه ديفو كده ظبطته تاني اتظبط. فانا جيت قلت لهم ايه رايكم لو ناجر محل ونشتغل مع بعض وانا اسوق وانتوا تشتغلوا ونبقوا مع بعض. في الاول هم كانوا هايبين الفكره يعني، لا او ايجارات المحل غاليه وهنغطيها يعني ولا لا. انت بداتي يا سحر تقولي لهم توجهيهم ان انت يكون ليكي مكان. بصي وهم كانوا شغلهم ده قبل ما تعملي اي جروب على الفيسبوك. هم شغلنا شغلهم هما الاثنين كله كان مقتصر على المكان اللي احنا ساكنين فيه ابو قير. بس أيوه. بره ابو قير ما بيطلعوش ومحدش عارفهم اصلا والله. على ابو قير وبس، حد يعرفنا خالص في مكاننا. فلما جيت انا قلت لهم تعالوا نجرب وكده وناخد محل ونشتغل على ستائر العرايس وكده وبس. تمام. فرحبوا بالفكرة في الأول كانوا هيبينها، وبعد كده تمام خدنا المحل. أيوة. 25/8/2019 ما شاء الله. تاريخ ما تنسيهوش عشان عيد ميلاد بنتي ما شاء الله. وسمينا المحل سيلاتكس على اسم بنتي. وبدأنا تمام. بقى على ستاير وتنجيد كراسي سفرة بنغير شكلها من عادي. احنا جايين للكلام ده. بس أنا عايزة أقول بقى مفاجأة، الأستاذة سحر أول واحدة تعمل حفلة بجاتو للفانز بتوعها. سحر جابت 1000 حد من الفانز قالت لهم انا عازمكم النهارده على جاتو. لا هي لما البيج وصلت ل1000 ثاني بقى المشاهدين النهارده عايزين يعرفوا انت ازاي عملتي كده يا سحر. هي انا البيج اول ما عملتها طبعا كانت 100، اللي هو انا واصحابي ومعارف بس. تمام. وكنت فرحانه والله بال100 ان هي بدات تشتغل. اول ما وصلنا لل1000 كان بعد شهرين تقريبا من شغلنا، وبدانا نطلع بره ابو قير بقى، ووصلنا محافظات ودمنهور العجمي اسكندريه لفيناها كلها ما شاء الله. بدانا بقى وصلنا لل1000 وجالي اشعار ان تهانينا كده ان احنا وصلنا ل1000 لايك للفيديو. سحر فرحت وقالت ده يوم عيد. جمعتهم بقى وقلت لهم يلا بقى انا هجيب جاتوه، تعالوا بقى احنا النهارده هنحتفل. انت قدرتي تعملي كده بجد؟ والله عملنا كده وكنا عاملين حزومات لكل اللي اشتغلوا. والله بحيي ال1000 فانز اللي هم راحوا وطلبوا الجاتوه من غيرنا يعني. طيب انا عايزه اعرف بقى، انتوا دلوقتي فتحتوا المحل، بدانا شغل، بدانا نسترزق والناس كلها تعرفنا، الحمد لله. ايه بقى الصعوبات اللي قابلتكم في الوقت ده؟ اكيد قابلتكم حاجه. لا كتير قوي. طيب نكلم صحه تحكي لنا اول صعوبه. احكي لنا بقى. بصي مبدئيا انا اللي ماسكه الحسابات والاداره. ايوه. وخدمه العملاء المدبر. وخدمه العملاء والتواصل مع كل العملاء، يعني هم بس بياخدوا مني الاوردر الحته الفلانيه ورقم التليفون وشكرا. تمام. الاقمشه بقى والاتفاقات كلها معايا انا. فلما كان حد يدخل واحده مثلا تدخل وتتفق معايا على كل حاجه وتفوجئ مثلا اقول لها تمام ومحمد ومعلاء هيجوا لك، ايه ده ستات؟ ايوه تحصل الصدمه. مالهم الستات يا جماعه؟ طيب هم علاء دي هتعرف تشد الانتري كويس؟ طيب هي الصور اللي انتم منزلينها على البيت كده شغلنا ولا شغل رجاله والبيت علينا؟ فقلت لها لا هي شغلنا. والله طيب بصي هرجع لجوزي وارجع لك. في قلق مش عايزه يعني اول صعوبه قابلتكم تقبل الناس مش عايزه فكره اتفقش. امال ايه تقبل زوج العميله كمان؟ الزوج بقى هو الزوج. ازاي انت لو الحاجه باظت عليكي انت اللي عليكي المسؤوليه؟ طبعا هو هي محمله المسؤوليه كامله. يعني هي لو هي مقتنعه بتبوظ البيت 1000% بتتحول وبتقل من خوفها من ان هي ايه بقى اتحملت المسؤوليه. تمام. ويبقى في رهان يعني يا بنت. تقول لك انا متراهنه مع جوزي لو الحاجه باظت مش هدفع مش هعمل لي حاجه تاني. يا نهار ابيض مش هقدر اطلب له وتبقى خايفه. بس الحمد لله دايما قولوا لي بقى انتوا بعد ما شاء الله كسبتوا كل بعدها كمان. لا هو بعدها شمال بيقول لها طب خليهم معلش خدي لهم حجزه لحاجه تعملي لي حاجه تانية. في ناس كانت بتجربها. ايوه بيجربوها. طب بصي انا هعمل 6 كراسي سفر دول بس لو مشوش ممكن اعمل انتري. ايوه لازم تدخل بقى الانتري والركبه. طبيعي جدا ان اي حد لما بيجي يعمل حاجه وبالذات فيها ستات بيبقى قلقان شويه ان الحاجه دي هتطلع كويسه ولا لا. هي الفكره كمان ما كانتش فكره ستات بس قد ما فكره ان هي حاجه من على النت. يعني شغل النت عامه والسوشيال ميديا بيقلق. يعني لما حد بيشتري حاجه من على النت ممكن تطلع بايظه، ممكن تطلع مش نفس المقاس، ممكن تطلع مش نفس الماتيريال. فبيخافوا فكره انتوا منين بتجيبوا الماتيريال بقى؟ بتجيبوها بنفسكم ولا في اي رجاله؟ طب نسال بقى استاذه ميرفت. الماتيريال بتجيبوها منين؟ وفي رجاله بيساعدوكم ولا انتوا الثلاث ستات بس؟ لا احنا الثلاث ستات بس. مفيش اي راجل بيتدخل؟ لا. طيب احنا دلوقتي معانا في ارقام التواصل على الشاشه وجالنا اول اتصال من الاستاذه نهى. السلام عليكم. اهلا يا استاذ نهى، اهلا بيكي منورانا في هو المجتمع. واهلا باهل اسكندريه كلهم. اهلا بيكي يا عمر. انا حابه امسي على الناس الجميله قوي دي، جدعه قوي قوي. ربنا يخليكي يا رب. الله يخليكي يا نهى.
بجد هم الصراحه فوق العاده يعني، بجد شغلهم فظيع. حضرتك عملتي عندهم اي حاجه، اي شغل قبل كده؟ كان عندي عفشي من 16 سنه ما شاء الله. فطبعا مع الشقه الجديده كنت حابه اجيب عفش جديد، تمام. فناس رشحوا لي بقى مقادم. انت كنت الاول عاوزه تغيري عفش بيتك، قلتي خلاص بقى له 16 سنه وقدم والموضه الجديده فاغيره. طيب وايه اللي خلاكي تفكري في اجدع ستات في اسكندريه ان هم يغيروا لك عفش بيتك؟ مش هيغيروه، لا احنا مش هنرمي العفش، احنا هنعمل له اعاده تدوير ونخليه على الموضه الجديده. ايه اللي خلاكي تاخدي القرار ده؟ ان بجد انا شفت شغلهم حلو جدا جدا بجد، حاجه مش ما تقوليش انها طالعه من تحت ايدين ستات. صح. انا خليك وده يثبت ان الستات بتعرف تعمل حاجه. يعني بصي هم عاملين لي ركنه وصالون واوضه نوم وانتريه، الناس لما جت لي الشقه الجديده مش مصدقيني ان ده عفشي القديم. معقوله ده عفشك القديم؟ مبروك عليكي. تسلمي لي حبيبتي. انا بصراحه شفت الشغل ومعاكي في كل كلمه بتقوليها، ان الحاجه معموله باحترافيه كويسه جدا وباتقان وعلى الموضه، دي بقى المهم. وكمان بقى احنا هنتكلم، كلفوكي كتير يا استاذه نهى. استاذه نهى كلفوكي كتير؟ لا والله خالص، يعني اقل تكلفه ممكن تلاقيها ما شاء الله. ما هو ده بقى اول ميزه بقى، احنا عملنا اعاده تدوير، يعني لو الحاله الاقتصاديه دلوقتي واقعه احنا بنعرف نستغلها. على فكره الستات جدعان جدا في النقطه دي، قدرت ان انتوا تغيروا كل شكل الشقه زي ما انا شفت بشكل تاني خالص، شقه عريس وعروسه ما شاء الله، وفي نفس الوقت التكلفه ما تذكرش غير لما كنت تشتري. غير كده كمان ان انت بتتعاملي معاهم مش مكسوف، يعني لو راجل هتبقي مكسوفه منه مثلا. شكرا قوي يا استاذه نهى، انت نورتينا ونورتي هو المجتمع، بنشكر حضرتك قوي على رايك الجميل. شكرا، مع السلامه. يعني اراء الناس فيكم جميله، ومستنيين طبعا تواصل كل الناس اللي اتعاملوا مع استاذه ميرفت واستاذه منى واستاذه سحر في ستاير سيلا تكس، وعاوزين نعرف رايكم فيهم ايه. طيب دلوقتي انتوا حسيتوا ان الفتره دي قدرتوا توصلوا لحلمكم وطموحكم؟ الحمد لله والله. ولا لسه شويه؟ لا لسه شويه. صح، لسه شويه. الحمد لله. عايز اعرف طموحك ايه؟ ما شاء الله عليها، بقى عندنا طموح جدا ان احنا يبقى عندنا معرض. تمام. يعني معرض، احنا لسه كنا في مول مصر. ايوه. فمرفه بتقول احنا عايزين نعمل مكان هنا ما شاء الله. هو عند محل كده كتير فيهم انتريهات وحاجات كده. طبعا انا نفسي يبقى عندنا كده في كذا مكان، نفسي يبقى في فروع لينا مش في ابو قير بس، يعني نفسي يبقى في اسكندريه وفي مصر كلها ان شاء الله هيحصل. بصي هو ما فيش حاجه بعيده عن ربنا، ما دام انتوا بتتعبوا ونعم بالله الحمد لله، عندكم هدف عندكم طموح هتوصلوا لاي حاجه انتوا عاوزينها. الحمد لله. تمام. احنا معانا كمان على الشاشه ازاي تتواصلوا مع جروب ستاير سيلاتكس. انا طبعا كل الناس اللي هتكون معانا وتشوف النهارده الستات الجدعه قوي ديت بتعمل ايه، يتواصلوا معاهم وهيقدروا يجوا لكم. في بقى ميزه مهمه جدا نسيت اقولها، الميزه دي ايه بقى؟ احنا دلوقتي لو عايزين نغير اي حاجه بننقل ونجيب بقى عربيات تنقل ومصاريف ونكلف. دلوقتي بقى انا بيجوا لحد البيت الستات الافاضل دول يخلصوا لي كل الشغل وهو في بيتي، ما خرجش ما فكتش وركبت. فاحنا عندنا بصراحه انتوا موفرين لنا في كل حاجه. صح. ايوه. كمان بصي في ناس كانت قالت لنا كده ان انت العميل ذات نفسه بيشوف الشغل ازاي، بيبقى كل يعني كل خطوه بيبقى هو شايفها قاعد معانا قدام عينه قدام عينه قاعد معانا، ولو في جزء للتعديل هو بيقولها في ساعتها فبنعدل. لكن لو انت خدتي الورشه عندك او خدوا الصنايعي الورشه عنده وهو وخلص وفنش وخلاص، مش هيبقى فيه تعديل. مظبوط. تدريب الالوان وكل ده بيبقى قدام العميل، قدام العميل بيختار درجه الالوان اللي هو عايزها قدامه. يعني الشامبين مشهور قوي الايام دي جداً. بس ليه درجات، يعني في شامبين مايل للفضي. هناخد دلوقتي اتصال تاني، الاتصالات مش قادرين نستحملها النهارده. هناخد استاذه داليا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا استاذه داليا، منورانا في هو المجتمع. ربنا يخليك يا رب. تسلمي. حضرتك برضو من اسكندريه؟ من ابو قير؟ اه يا فندم. لا مش من ابو قير. حضرتك منين؟ انا من العصافره. اهلا بيكي بكل اهل اسكندريه حبايبنا. اهلا بيكي. اهلا بيكي حبيبتي. اتفضلي، حابه تقولي ايه لجروب سيلاتكس؟ حابه اشكرهم جدا على ذوقهم وعلى شغلهم الجميل. العفو. العفو كلهم. بشكر حضرتك على مداخلتك الجميله. يعني والله مش عارفه اقول ايه، ربنا يعني بصراحه كده. شهاده في شغلهم جميله جدا بصراحه. ربنا يبارك فيكي. حضرتك عملتي عندهم اي شغل قبل كده؟ عملت انتريس. جميل. وعملت اوضه ولادي، اوض ولادي الاثنين. جميل جدا ما شاء الله. وبصراحه شغلهم فوق الممتاز، وضمير واخلاق، وتحسيهم من اهل البيت.
تحبوا تقولوا ايه الاسره؟ والله هي والله من احسن الناس يا حبيبتي، من احسن الناس اللي تعاملنا معاها والله فعلا. الله عليك استاذه داليا، وان شاء الله دايما يا يعني اهل اسكندريه بيطلع منهم كل حاجه حلوه، المصريين كلهم بيطلع منهم نماذج ممتازه جدا. شكرا يا داليا، وده اللي احنا بنهتم بيه، وانا بشكر حضرتك وعلى مداخلتك الجميله. مع السلامه. طيب احنا دلوقتي عايزين نتكلم بقى على اختيار الخامات. الخامات دلوقتي غاليه، تعرفوا تختاروها ازاي؟ بتوفروا ازاي للعميل؟ والتكلفه عاليه ولا لا؟ برضو ممكن نتكلم على التكلفه يا استاذه ميرفا. هي بصي التكلفه مش زي الجديد جدا، يعني طبعا. يعني بتبقى في فرق رهيب، يعني مهما تكون التكلفه، يعني حتى لو التكلفه عاليه شويه، يعني مثلا لو انا عايزه اروح اغير اوضه النوم بتاعتي باوضه نوم جديده، وانت قلتي لا انا هعمل لك اعاده تدوير ليها وهغير لك شكلها، انتوا بتخليها كابوتونيه وبتغيروها على الموضه خالص، بتغيروا كمان الدهان بتاعها، بيطلع حاجه مرش بصراحه كمان على الموضه. ايه فرق يعني كم نسبه في الميه مثلا ما بين الجديد وما بين اللي انا صرفته عشان اجدد؟ يعني اقول لك كم في الميه اوفر قد ايه؟ هتوفري 90%. 90%؟ ممكن اكتر، يعني انا كل اللي هصرفه 10% بس. ايوه هي لو اي اوضه نوم ده بتشجع اي زوج مصري النهارده يجي يعمل عندنا. احنا ممكن احنا جددنا احنا مرة. هنشوف صور شغلكم النهارده اهو معانا، هنشوفها مع المشاهدين ويشوفوا احنا بنتكلم عن مين وبيعمل ايه. دي كانت غرفة نوم، اتفضلي اشرحي لنا يا استاذة سحر. دي غرفة نوم عادية يعني جدا، قديمة برضو من مثلا 10 سنين او 12 سنة. لو حبيتي تشتري أوضة نوم دلوقتي هتعدي لل 25,000 او ال 20,000. الأوضة دي اتجددت كلها بالكابيتونية بالقماش وسفنج الظهر والرش وكرسي السريحة 4500. جميل كلها والله العظيم. والله لا انا كده هبقى زبونتكم. انا عايزه اجدد شقتي يا جماعه. 400 قصاد 20,000 يبقى 90% ولا لا؟ الصوره دي جميله جدا. ده كان كرسيين قاعدين خالص فوتيه عند برضو عميله لينا، وشافت في محل في جمال عبد الناصر، عندنا محل قيم جدا في جمال عبد الناصر، شافته حاطط نفس الانتريه بنفس الالوان بنفس الخامات والقماش، صورته لي وبعتته لي قالت لي ينفع الانتريه بتاعي. دي غرفه النوم، ده الدولاب بعد التجديد. شايفين يا جماعه جمال الالوان؟ دي سفره ثانيه وعاملين لها نفس الالوان. كانت قديمه لونها بني وكان خشب، بس السفره دي تقريبا ماما متجوزه بواحده زيها. والله والله من زمان. ما شاء الله. ايوه استاذه منى اتفضلي. بقالها عندي بتاع 30 سنه ما شاء الله. ايوه باين عليها، انا شفتها كان كويس جدا، بس هي بتاع ايوه احنا ما الناس المصريين دايما ما بيحبوش يستغنوا عن الخشب بتاع زمان، بيبقى مميز. وما فيش اصلا من احسن من خشب زمان برضه طبعا. وهي بتقول لك انا بحب احنا معانا بقى صور. استني بقى يا استاذه ميرفت، الصوره دي لازم نقف عندها. انا اي لاف حماتي بقى. كان في فوتو سيشن انتشر جدا على السوشيال ميديا، وكمان طلعتوا في برنامج قبل كده، ان ازاي بقى البنت بتحب حماتها، ودي حاجه جميله جدا. بحبها والله، يعني بصي انا مش معامله سحر ولا هي بتعاملني انك انا ايه، انا حماتها او هي مثلا دي مرات ابني، لا انت بتحس ان هي بنت. ان هي بصراحه بتشكر في حضرتك جدا. ما انا بقولها بتزعل عليا على اي حاجه، لو تعبت برضو بتعيط عشاني، يعني انا ما شفتش منها حاجه من يوم صراحه، يعني ما خدتها لمحمد ابني صراحه، يعني ما شاء الله عليك. ما حصلش اي ما بينا اي حاجه والحمد لله. احنا هنطلع فاصل معاكم اعزائي المشاهدين، استنونا ما تروحوش في اي مكان. اهلا بيكم معانا من تاني في برنامجكم هو المجتمع، وبرحب بضيوف اللي مشرفيني النهارده. انا النهارده حابين من برنامج هو المجتمع مع عمر الجبيلي ان احنا نقدم شهادات تقدير وحب من برنامجنا المتواضع لاحسن ستات في مصر، لتشجيعهم على الشغل الدايم، وتشجيعهم على ان هم ما بيقفوش مكانهم وبيتطوروا وعندهم طموح ان هم يعملوا حاجه كويسه. احنا بنقدم الشهادات البسيطه قوي ديت من برنامجنا لاستاذه منى. اتفضلي. من برنامج هو المجتمع والاستاذه ميرفت، انا بقدمها لحضرتك باسم البرنامج. شكرا. اوقفيها شويه. الشهاده اهي من برنامج هو المجتمع، احنا بنقدمها لهم تشجيعا على شغلهم الجميل
وعلى إرادتهم وطموحهم. النهاردة بقى عايزين نقول كلمة لكل ستات مصر، كل ست مصرية بتكافح وبتشتغل عشان تساعد بيتها وتساعد جوزها. انت مش قليلة، انت كتير قوي، وفي زينا كتير. عايزة أعرف من كل واحدة في حضراتكو كلمة لستات مصر. هي مش عيب لما تقف مع جوزها، مش عيب انها تقول له انا بجيب وانت لأ، لأ تشتغل وتكتف في كل حاجة، لان هو طبعا الاثنين واحد، ما فيهاش تقول له لا انا بشتغل وانت لا ما بتجيبش، لا الاثنين يبقوا يد واحده. صح مظبوط. بس كده. استاذه مروه، بصي المراه نص المجتمع، مش لو هي مش نص المجتمع دلوقتي اصبحت المجتمع كله، لان المراه هي اللي بتربي، هي اللي هي اللي بتنشا الجيل ده. فلو هي قعدت مكانها وما اتطورتش عمر المجتمع ما هيعلى. فالمراه لما هي تعمل هتحس بذاتها باهميتها، فلازم تشتغل. طب جميل. صح صح. بقى بمناسبه بقى يوم المراه العالمي، تحبي تقولي ايه؟ انت اصغر مراه موجوده دلوقتي، اتفضلي. اقول لاي واحده نفسها تبقى حاجه او حاطه هدف في حياتها، حتى لو حلم صغير جدا، ان هي تسعى وراه وتحققه، حتى لو حققت ما حققتوش ماديا، ممكن يكون معنويا، ممكن حاجه تفرغ فيها طاقتها بعيدا عن البيت. ربنا يوفق حضراتكم دايما، ويوفق كل ست في شغلها وتعبها وبيتها. واستنونا هنرجع لكم تاني، نخرج فاصل صغير ونجي لكم تاني.